نجرب ونجلب الماء حتى كل واحد يرى صب الماء. بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى لفعل هذا الخير وأنتم تؤمنون. من الكرف. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد. آمين. اللهم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي فاعل هذا الخير خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تسقيه من كوثر الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجزيه خير الجزاء. اللهم اسقه من كوثر. اللهم اسقه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. في الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البئر يعني مباركا يا رب العالمين. ولا تجعله فتنة بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خيره. اللهم إنا نسألك من خيره ونعوذ بك من شره يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, welcome. I love you.
Ya. 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 Ya.